بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. معكم مستر أحمد الباشا، وإن شاء الله نكمل مع بعض شرح منهج الساينس لبرايمري 5. النهاردة إن شاء الله هناخد درس جديد ودرس ممتع جدا، درس جميل وهيفيدكم كتير عن فهم الحياة حوالينا. يعني الدرس اسمه Food Relationships among living organisms، يعني العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية. احنا عارفين ان الكائنات مش منعزلة عن بعض، يعني انت كبشر، انا كإنسان، انا عايش بس انا بتغذى على اللي حواليا، انا مش لوحدي كده وبعمل اكل بنفسي كده ولا، يعني انا قصدي الغذاء مش بيتكون جوايا، انا اللي بعمل الاكل، بروح اطبخه او مثلا اجيب ارنب اقوم مسويه مثلا ونعمل جنبه شويه ملوخيه وناكله. طيب انت لما عملت شويه ارنب وملوخيه والحاجات دي، ما هو الملوخيه دي نبات، وعلى فكره ملوخيه بالانجلش اسمها ملوخيه برضو. فانا رحت جبت الملوخيه اللي هي بلانت، ورحت جبت الرابت اللي هو انيمال، وعملت لي اكل حلو، صح ولا لا؟ طيب معنى الكلام ده ان الكائنات معتمده على بعض. طب الرابت نفسه لما جه يعيش، الارنب نفسه لما جه يعيش كان بيعيش ازاي؟ الارنب ده كان بيعيش ان هو بياكل بلانت، والبلانت كان بيعيش ازاي؟ والبلانت كان بيعيش ان هو بياخد السان لايت، وقصه كبيره. الفكره كلها يا شباب ان في حاجة اسمها food relationships، وان الجرين بلانت هو الاساس في كل اللي احنا فيه ده. يعني الاساس ان البلانت بيطلع الفروتس وبيطلع الغذاء بتاعه الفود، وبقية الكائنات بتاكله، وبقية الكائنات بتتغذى على بعض. يبقى انا عندي هنا اول معلومة في الدرس بتقول لي green plants produce food، بتنتج الأكل from simple substances by photosynthesis process. يبقى الجرين بلانت بتنتج لي الأكل بعملية الفوتوسينثيس بروسيس اللي احنا كنا اتكلمنا عليها زمان. انا عاوزك في الدرس ده كده تفتح مخك وتفتحي مخك معايا وتستمتعي باللي احنا بنفهمه. الموضوع اصلا درس ممتع جدا يعني. طيب احنا بنسمي الكائنات اللي زي البلانت هيربيفورس، او سوري الكائنات اللي بتعتمد، قصدي على البلانت، يعني الكائنات اللي بتروح تاكل بلانت. ليه بقى؟ انا قدامي مثلا مجموعة من الحيوانات، مجموعة من الانيمالز، هل كل الانيمالز بتاكل نفس الاكل؟ يعني نفترض واحد مربي كلب، هل الدوج ده، نفترض ان هو كلب بقى ايه، كلب بوليسي مثلا او كلب شرس، هل هروح احط له جزر، اروح اكل الكلب جزر، او مثلا احط له برسيم اقول له يلا تعالى وابقى ماشي في الشارع كده معايا الكلب وباكله برسيم؟ ما هو البرسيم ده عباره عن ايه؟ عباره عن بلانت. ما ينفعش ان انا اكل الكلب برسيم، لان الكلب مش من الكائنات الهيربيفورس. هيربيفورس انيمالز فيد اون بلانت، يعني هي انيمالز بتتغذى على البلانت، وبالتالي ما ينفعش ان انت تاكل الايه الكلب ده تاكله بلانت. طيب انما تاكل مين البلانت؟ تاكل الرابت مثلا، الارنب. الارنب بيحب البرسيم، يحب الجزر ويحب الحاجات دي، نعرفين ان الارنب بيحب الجزر. طيب or indirect way اللي هي carnivorous، يعني ايه indirect؟ تعال نقرا بقى الجملة دي عشان نفهمها اكتر. animals feed on plant، الكائنات اللي بتغذى على البلانت، indirect way يعني بتروح تاكل البلانت على طول، اللي هي الherbivorous، or indirect اللي هي carnivorous. يعني ايه indirect؟ يعني الاسد ده يعتبر carnivorous، او الكلب يعتبر carnivorous. الاسد بيعمل ايه؟ الاسد بيروح ياكل الدير اللي هي الغزالة اللي اصلا كانت بتاكل بلانت. يعني خلينا نفكر بالراحه،
احنا عندنا اسد وعندنا غزاله. الغزاله هيربيفورس، الغزاله دي بتاكل الاعشاب، سوري العشب اللي هو الايه الحاجات اللي هي البلانت وكده. طيب الغزاله دي كده بتتغذى على البلانت دايركتلي، بتتغذى عليه بشكل مباشر. انما هل الاسد هياكل بلانت؟ لا، بياكل بلانت الاسد بس ان دايركتلي، بياكل بلانت بس بشكل غير مباشر، بياكل الحاجه اللي كانت البلانت. يبقى كانه كل بلانت ولا لا؟ يعني هو بيروح ياكل الغزاله اللي كانت واكله الايه البلانت. الفكره ان كل الكائنات بتتغذى على البلانت في النهايه، يا اما تاكل بلانت بشكل مباشر يا اما تاكل الحاجه اللي كانت بتاكل البلانت. يعني تاكل الاسد ياكل الارنب مثلا، والارنب بياكل البلانت، وهكذا، اكن الاسد كل البلانت في النهايه. طيب مش ده موضوعنا، احنا بس بنفهم وبندردش مع بعض في النقط المهمه. انما اللي علينا بقى في الدرس ده، المهم علينا في الدرس ده، هي فكره types of relationships او types of food relationships. ودي نقطه مهمه جدا، انواع الفود ريليشنشيبس. يعني ايه يا مستر انواع الفود ريليشنشيبس؟ انت دلوقتي الكائنات عايشه مع بعض كلها، احنا عايشين في كون سيستم كلوز سيستم، احنا عايشين في سيستم مقفول، وكل الكائنات لاقيه الغذاء بتاعها، وكل الكائنات عايشه، وكل الكائنات بتتكاثر، وكل الكائنات بتكبر. بس في ثلاث طرق من طريقه الاكل، يعني في ثلاث طرق من المعيشه او ثلاث طرق من العلاقات الغذائيه بين الكائنات الحيه، خلينا نسميها food relationships، ونتكلم عن three food relationships. اول واحده فيهم اسمها predation. يبقى انا لما اقول لك types of food relationships تقول لي يا مستر predation، وتقول لي symbiosis، اسمها symbiosis، واخر حاجه اسمها saprophytism. دول الثلاث طرق اللي ممكن يعيش بيهم الكائن الحي. الكائن الحي ممكن يعيش عن طريق البريديشن، وهنفهم لسه كده بالتفصيل. بريديشن يعني الافتراس، ان يروح يفترس، يبقى كائن مفترس زي الاسد، او ان هو يعيش بطريقه اسمها سيمبيوسس. وسيمبيوسس مقصود بيها المعايشه، ان هو يتعايش مع اللي حواليه، يروح مثلا يتبادل الغذاء مع حد، وهنفهم الكلام ده. او سابروفايتيزم، الترمم ان حته تعيش مثلا باظت وترمت، فبتيجي كائنات حيه زي البكتيريا تحللها. طيب يبقى انا قول ورايا بريديشن، يا ريت تقولي ورايا وتقول ورايا بريديشن، سيمبيوسس، سابروفايتيزم. دول الثري فود ريليشنشيبس. تعالوا نبدا باول حاجه اللي هي اسمها بريديشن، ماشي، ونبتدي بقى نمسك اول فود ريليشنشيب اللي اسمها بريديشن. وعاوزك تفهم بقى ايه ان احنا الحاجات دي في حياتنا، فاستمتع ان انت تفهم المعلومات اكتر ما تحفظها. يعني ايه بريديشن؟ بريديشن بالعربي يعني افتراس. انت عارف ان اللاين اللاين ده كائن مفترس. يعني ايه كائن مفترس؟ يعني يصحى الصبح بعد ما يشرب الشاي ويرتب اوضته. طبعا الاسد مش بيشرب شاي، بس المهم ان هو الاسد صحي يعني. وبعدين قال لك بقى عاوزين نفطر، يعني الاسد عاوز يفطر، فاكيد الاسد ما عندوش ثلاجه، فهيعمل ايه الاسد؟ هيروح يبص على اي كائن معدي، غزاله، ارنب، بطه ماشيه، اي حاجه ماشيه، فيروح يهجم عليها وياكلها وشكرا. يعني هو كده
هو كده كل، هو مش بيروح، مفيش أسد مثلا ومجموعة أسود في الغابة هتروح تجيب حتة أرض وتزرعها وبعد ما تزرع تاكل الأكل اللي طلع من الزرع ده. مفيش أسد بيعيش بالطريقة دي، الأسد لما بيجوع بيروح يهجم على غزالة وياكلها وشكرا. فالحكاية دي اسمها بريديشن، الحكاية دي اسمها عملية الافتراس. بريديشن يعني ايه؟ يعني الانيمالز جيت فود، الانيمال بيجي له اكل ماشي، باي اتاكينج اور كيلينج اند ديفورينج اذر ليفينج اورجانيزم. يعني ايه اتاكينج؟ اتاكينج يعني يهجم، وكيلينج يعني يقتل، اند ديفورينج يفترس، كلمه ديفور يعني يفترس اذر ليفينج اورجانيزم. ومن هنا عندنا تعريف للبريديشن، عندنا definition of predation. It is a temporary relationships. دي علاقة temporary. temporary يعني مؤقتة. temporary يعني ايه؟ يعني علاقة مؤقتة مش دايما. بمعنى ايه؟ ان الاسد راح اللايون راح عمل devour. devour يعني افترس دير، غزالة. The lion devour deer. اللاين افترس غزالة. هو هياكل هو واصحابه الأسود وخلاص، ويسيبوا الغزالة اللي ماتت ويمشوا. طب لما يجوعوا تاني يروحوا يصطادوا واحدة جديدة. وبالتالي العلاقة بين الأسد وبين الغزالة علاقة مؤقتة، بتنتهي لما الغزالة تخلص ويروح يشوف غيرها. مش معقول الأسد بيجي في حياته يصطاد مرة واحدة بس وخلاص. ما هو يعني لو الأسد في يوم من الأيام اصطاد غزالة وفضل طول عمره يأكل في الغزالة دي، ما تبقاش علاقة تيمبراري. إنما هو لأ، هو الغزالة بشكل طبيعي بتخلص، أو هو بيشبع ويمشي بيروح يشوف غيرها. يبقى دي علاقة مؤقتة، تيمبراري relationship that end by devouring the prey or part of it. خدت بالك إن في هنا كلمة prey؟ كلمة بري هنا يعني ضحية. يعني أنا لما أجي أتكلم عن البريديشن لازم تفهم إن في ضحية في الموضوع، في كائن حي مات وبقى ضحية. خلاص؟ طيب، يبقى أنا لما أجي أتكلم على عملية البريديشن، عملية الافتراس، لازم يكون في كائن بيفترس بيروح يهجم، وكائن يعني بري، كائن ضحية. وهنفهم ان اللي بيفترس ده اسمه بريديتور. اسمه ايه؟ بريديتور. بريديتور يعني مفترس. المفترس بيروح يهجم على مين؟ يهجم على البري ويأكلها. تعالى نتكلم اكتر على البريديشن. Predation is a temporary relationship or temporary food relationship that ends اللي بتنتهي by devouring the prey or part of it. طيب، خلينا نتكلم على البريديشن بشكل أكبر. هو يا مستر البريديشن موجود في الأنيمالز بس؟ يعني أنا هنا لو بصيت للأشكال دي، للصور دي، هتلاقي مثلا إن في لايون بريس دير، في لايون بياكل غزالة. يا عيني بص، الغزالة ماتت لا يرحمها بقى، وفي هنا فوكس ماشي تعلب وبياكل إيه ده؟ بياكل رابت، هو اصطادها. وفي هنا سبايدر عنكبوت مصطاد باين فلاي دبانة. وفي هنا كات بريس رات، قطة مصطادة فار. دي كلها عمليات افتراس، عمليات بريديشن ماشي. والقطة الجميلة اللي انت معتبرها طيبة دي وكده، القطة دي مفترس، بتفترس الفار، بتموته وتاكله. خلينا نتكلم اكتر
على الكارنيفورس. كارنيفورس مقصود بيها الكائنات المفترسة اللي بتاكل لحمة. animals اللي هي البريديتور يعني feed on animal اللي هو البري يعني في animal بي feed on other animal. animal بيتغذى على animal تاني. اللاين والفوكس والكات والسبايدر ار كونسيدرد بريديتور. يبقى اللي بيهجم اسمه ايه؟ اللي بيهجم اسمه بريديتور. وذا ديفورد انيمال الانيمال اللي اتهجم عليه اسمه بري. اسمه ايه؟ بري. اسمه الضحيه. طيب بريديشن امبلانت ايه ده؟ بريديشن امبلانت هو يا مستر في حاجه اسمها بريديشن امبلانت؟ هو النبات هيروح يهجم على كائن وياكله؟ الغذاء غريب جدا بقى. دي حاجه غريبه جدا ان في بعض البلانتس النباتات الجميله مفترسه لو حد قرب منها تاكله. تخيل في بلانت لو حد قرب منه ياكله. تعال نشوف الفيديو ده. في الفيديو ده هتلاقي ايه؟ هتلاقي بص ادي شفت اللي حصل؟ بص كده ده بلانت. البلانت ده اول ما في حشره بتقرب منه بتقول لها تعالي يا حلوه وتقوم واكلها. ده الايه ده البريديشن امبلانت. وتعالى اوريك فيديو تاني. بص في الفيديو ده دي شفت هنا؟ تعالى اوريها لك الاول من الاول خالص. دي حشرة. الحشرة دي عمالة تلعب وتتفرج على البلانت ده وتقول الله ايه البلانت الجميل ده، ده انا عاوز اعيش في المكان ده. شفت اللي حصل؟ قامت قافلة عليها وقالت لها لا تعالي يا حلوة بقى لما انا اكلك. وقفلت عليها ومش هتسيبها، مش هتسيبها خلاص على كده، هي هتاكلها. فهمتوا الفكرة؟ ففي حاجة اسمها بريديشن امبلانت. البريديشن امبلانت مقصود بايه؟ مقصود بيه الافتراس في الكائنات اللي هي الايه البلانت. ودي بنسميها النوع ده من الكائنات بنسميها انسكت ايترز، اكلات الايه اكلات الحشرات، وبنسميها انسكتفورس بلانت. انسكتفورس بلانت النباتات المفترسه، النباتات الايه النباتات المفترسه اللي بتفترس الايه الكائنات اللي حواليها. طيب some plant perform photosynthesis process to make carbohydrates only but can't absorb other from soil to make proteins. يبقى هدف الكائنات دي ان هي تعمل حاجة اسمها بروتين. طيب they prey on tiny animals as insects to get required element اللي هو nitrogen to make protein. المهم ان هي بتعمل ليه prey to make protein عشان تجيلها ايه بروتين. من الكائنات دي الديونيا والهالوفيلا، ماشي؟ في حاجه اسمها ديونيا وحاجه اسمها هالوفيلا وحاجه اسمها دروسيرا. دول ثلاث كائنات. انا عاوزك بقى بعد ما تخلص الفيديو تكتب على اليوتيوب ديونيا وتكتب هالوفيلا وتكتب دروسيرا وتتفرج على الفيديوهات الكتير عن الكائنات دي. دي كائنات يعني عاوز اقول لك غريبه جدا. البلانتس مفترسه وكتير على فكره، ماشي؟ طيب يبقى البريديشن مش شرط يكون في الانيمالز، ممكن يكون في البلانت. يبقى انا عندي هنا نرجع تاني علشان الدرس ده عايزين نمشي فيه واحده واحده. بريديشن دي عمليه temporary food relationship in the that end by devouring a prey or part of it and the predation may be in animals and in plants. خلاص in animals like lion when a prey deer fox a prey rabbit وهكذا. البريديشن ان بلانت دي بتعملها بعض الكائنات تو جيت بروتين اور تو ميك بروتين زي الديونيا والهالوفيلا والدروسيرا. تعال نشوف هنا سؤالين مهمين جدا. السؤال الاول بيقول لي ايه؟ السؤال الاول بيقول لي بريديشن از ليس، وعلى فكره ده سؤال مهم جدا، بريديشن از ليس كومن بتوين بلانتس ذان انيمالز. طيب هو انت
فاهم السؤال؟ السؤال بيقول لك ليه البريديشن is less common in plant؟ ليه البريديشن less common between plant؟ يعني ليه الافتراس مش منتشر في البلانت في النباتات؟ ما هو معلش يعني مش كل البلانت مفترسة، بس كتير من الحيوانات مفترسة. ليه بقى الحكاية دي؟ الحكاية دي لأن البلانت أصلا في طبيعته بيقدر يعمل فوتوسينثيسيس بروسيس. يبقى predation is less common between plant than animal because plant is autotrophic or are autotrophic self-feeding، يعني يقدر يعمل أكله يعني، as they perform photosynthesis process، لأنه بيعملوا photosynthesis A process. ممكن تقولها because plant can make photosynthesis process. طب ليه البريديشن temporary؟ أنا كنت شرحتها. ليه البريديشن is temporary food relationship؟ ليه البريديشن يعتبر حاجة مؤقتة أو حاجة مش دايما؟ because it end by devouring prey or part of it، لأنه بينتهي بالافتراس بتاع البري أو جزئي أو جزء منه. انا هقف لحد هنا في الفيديو ده، وعلشان بس الموضوع ما يبقاش صعب عليكم، احنا بدانا في درس الفود ريليشن شيب امونج ليفنج اورجانيزمز، واتكلمنا ان انا عندي ثلاث انواع، البريديشن سيمبيوسيس اند سابروفايتيزم، وبدانا بالبريديشن وقلنا ان البريديشن ده موجود في الانيمال وموجود في البلانت، وخدنا تو جيف ريزونز ليه البريديشن قليل في البلانت، بيكوز بلانت كان ميك فوتوسينثيس بروسيس، وليه البريديشن از تيمبراري because it end by devouring a prey or part of it، اللي هو مؤقت علشان بينتهي بانتهاء الفريسة او جزء منها. هنكمل مع بعض ان شاء الله في الفيديوز اللي جاية بقية الدرس، ماشي؟ وهو درس ممتع جدا. اللينك الملزمة دي هتلاقوها تحت في الديسكريبشن في الوصف، هتلاقيني سايب لكم لينك تحملوا منه الملزمة تطبعوها وتذكروا منها براحتكم، او ممكن تبعت لي على، لو انت حابب تتابع بقى الفيديوهات وتتابع الملازم، تقدر تبعت لي على رقمي في واتساب الرقم ده، وان شاء الله ابعت لكم كل حاجه. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية كتيره. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.